أعتذر عن التأخير وعن عدم حضور الجمهور كما هو ظاهر، ولعل حرارة الجو الشديدة هي السبب في ذلك، وكنا في انتظار بعض الأساتذة الذين وعدونا بالحضور للمشاركة في حوارنا المأمول، ونرجو إن شاء الله أن تتاح لنا فرصة طيبة لعرض هذه القضية المهمة، وهي قضية التعصب والتطرف. وغني عن البيان أن هذا الموضوع له من الأهمية الشديدة في مجتمعنا المعاصر الآن وفي المجتمعات من حولنا، ما يجعله جديرا بكل اهتمام. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، والأستاذ الدكتور السيد رزق حجر، والأستاذ الدكتور رمضان بسطويسي، وهم من أعلام المفكرين المعاصرين في مصرنا المحروسة. نحاول أن نتعرف على هذا الداء منشأه ونشخص أبعاده، وكنا نرجو أن نلقي ضوءا على التعصب والتطرف كظاهرة اجتماعية، ونتعرف على سيكولوجية المتعصب وإمكانية التواصل معه، لأن معروف أن التعصب والتطرف وما يؤدي إليه من إرهاب لا يمكن أن يواجه مواجهة أمنية وكفى كما هو المألوف، وإنما لابد أن ينظر إلى هذا الأمر باعتباره يمثل أبعادا متشعبة لابد من تمثلها والاقتراب منها، ومحاولة التصرف بحكمة مع هذه الظاهرة التي تمثل خلل في الفطرة الإنسانية السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن الإنسان وجد في مجتمع مع غيره وبطبيعته متحاور ومنفتح ومتسامح، ولا يمكن للإنسان أن ينغلق على نفسه ويحيا حياة سليمة. المشكلة مشكلة قديمة حديثة، لكنها في هذه الأيام في إطار الصراع السياسي أخذت وضعا خاصا واستغلت استغلالا مدمرا يقضي على حاضر الأمم ومستقبلها. ونرجو أن يكون فيما نستمع إليه الآن من مداخلات ومن طرح القضايا ما يضيء جوانب الموضوع. يتفضل الأستاذ الدكتور رمضان أولا بعد إذنه لكي يعرض من زاوية فلسفية أساس هذه المشكلة وما تثير من تداعيات، ويسمح لنا بعد ذلك أن نتحاور معه في هذا الشأن. تفضل دكتور رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشكر الدكتور مصطفى على تقديمه، وفي الحقيقه واسعد بحضور الدكتور عبد الحميد قروش والدكتور السيد رزق حجر هذه الحلقه النقاشيه حول موضوع التطرف او التعصب. هو في البدايه في الحقيقه لابد ان نميز بين ثلاثه مصطلحات: الجمود الفكري والتعصب والتطرف، حتى لا يختلط الامر، لانه لا نريد أن نكرر الكلام المعتاد الذي قد قيل كثيرا عن التطرف أو التعصب، لأن حالة الجمود الفكري وحالة التعصب والتطرف كل منهما يشير إلى حالة من إقصاء الآخر، بمعنى أن الفرد لا يقبل الحق حتى عند ظهور الدليل عليه، وبالتالي ده أدى إلى أن التعصب ياخد أشكال أخطر ما فيها أنه يصل إلى درجة العنف. يعني نريد بتحليل البنية الذهنية للمتطرف أو المتعصب أو اللي لديه جمود فكري لكي يمكن أن ننفذ إلى داخله، ومن الممكن أن نقيم معاه حوارا يخرجه مما هو فيه، لأنه هو من حقيقة من أهم أسباب التعصب أو التطرف أو الجمود الفكري هو الجهل
بمعنى حجاب الجهل الذي يعوق المرء على انه يكتشف الاخر ويتواصل معه نتيجة وجود انه يجهل الاخر ويجهل معطيات كثيرة. في الحقيقة الفكر الغربي المعاصر اهتم بدراسة هذه الحالة لحالة التعصب والتطرف والجمود الفكري، وفي كثير من الأبحاث حوالين العقل المنغلق والعقل المنفتح، أي العقل الذي لا يتيح للآخر أن يزور أفكاره ويستطيع أن يتواصل مع غيره من الأفكار، والعقل المنفتح اللي هو بيقبل الآخر ويقبل من تعديل أفكاره والاعتراف بجهله فيما يتصل بموضوعات معينة. أقول لكم أكبر مثال على مسألة الجهل. من المعروف أن من ضمن القضايا اللي فيها قدر كبير من التطرف اللي هي القضية المشهورة اللي هي التكفير، ودي بترجع إلى إيه؟ أنه بيتبنى تفسير معين للدين في مناطق معينة تبيح له أنه يتخذ العنف وسيلة لتبرير أفكاره. في الحقيقة أنا تأملت المسألة دي لقيت أن إحنا بدل ما نسميهم إرهابيين نسميهم إكراهيين، لأن هو لا إكراه في الدين، وهو يكره الناس على أنهم لابد أن يكونوا في صيغة معينة أو في صورة معينة، وإذا لم يرتضيها فهو بيرفضه، رغم أن القرآن الكريم قد أكد على أن الذي بيننا وبينهم ميثاق، أو بيننا وبينهم ليس هناك نوع من العدوان تجاه فرد. أعتقد أن إيه كانوا بيتركوا الناس في حالهم وما كانش بينشأ العدوان بالصورة الفظيعة بهذا الشكل. طب كيف يمكن تعديل أفكاره أو الوصول إليه؟ أعتقد هي المسألة صعبة. أولا المتطرف والمتعصب والمصاب بالجمود الفكري هو إنسان لا يظهر، خفي، يعني نحن نتعامل مع بنية ذهنية خفية لا تظهر لنا إلا من خلال الأفعال التي تتبدى على المسرح السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي في صورة بعض الأعمال والكتب والمنشورات. هم يعني أعتقد المسألة دي مهمة جدا، إنها ليست إنها يعني من أهم شروطها علشان نقيم حوار مع المتطرف أو المتعصب. يعني وفي الحقيقة في ثلاث حاجات. أول حاجة الإنصاف. الإنصاف بمعنى مجموعة الظروف والمعطيات الاجتماعية والسياسية اللي بتؤدي إلى خلق حالة من التطرف والتهميش وإقصاء الآخر. لابد أن يكون في إنصاف في عرض هذه الجوانب المختلفة حتى أستطيع أن أنفذ إليه بدلاً من رفضه. يعني لا نمارس مع المتطرف والمتعصب نفس الدور الذي يقوم به معنا، وهو أنه يقصي الآخر، لا، نحن لا نقصيه ونتعامل معاه بإنصاف، ونبين أن ظاهرة التطرف والتعصب والجمود الفكري هي ظاهرة نفسية واجتماعية وليها بعد فكري ينبغي التصدي له، يعني بالتحليل والتفكير. النقطة الأخرى اللي ينبغي التعامل معها لكي ندير معها حوار هي العدل، الإنصاف والعدل، وإقامة جسور من التواصل حول الجانب المشترك بين الثقافات المختلفة. يعني مثلا لو نلاحظ أن الطائفية الموجودة بين الشيعة وأهل السنة هي حرب مزعومة ليست لها جذور أصيلة في الواقع، ممكن تؤدي إلى العنف على النحو الذي يؤدي إلى القتل اليومي الذي نشاهده كثير. فلو تعاملنا مع القضية من خلال الثلاث حاجات دول، الإنصاف والعدل وإتاحة جذور من التواصل، أعتقد أن من الممكن المسألة يعني تأخذ مسارا آخر، لأنه حينما نفقد القدرة على التواصل والحوار بيصبح العنف هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الذات في مواجهة الآخر. يبقى مواجهة العنف هي خلق حوار حتى أتيح للمتطرف والمتعصب والذي يتميز بالجمود الفكري أن يظهر بدلا من أن يكون خفي، أن أتعامل مع البنية الذهنية على مستويين.
مستوى انه ممكن يكون جاهل ولا يعرف انه جاهل، نمرة اتنين اعترف ان ممكن يكون سوي او غير سوي من الناحية النفسية، يعني ممكن يكون في اضطراب في الشخصية يؤدي الى انه يتبنى مواقف حدية فيها قدر كبير من العنف، ومن الممكن ان يكون سوي نتيجة اقتناعه بعدد من الافكار. يعني نلاحظ ان عدد كبير من الشباب الغرب الذين انتموا الى بعض الجماعات المتطرفة هي كان نتيجة لحالة اجتماعية وفكرية فيها قدر كبير من العدمية ورفض الحياة الغربية ونقد أزمة الحضارة الغربية المعاصرة التي لا تلبي الحاجات الروحية ولا تلبي أبعاد كثيرة، وبالتالي هو نفي لهذه الحضارة، وبالتالي يتبنى صورة مناقضة لها هي التي تهاجم هذه الحضارة. على أي حال يعني دي اللي ممكن عاوزين نبين من البنية الذهنية نتعامل معاها ازاي، بحيث ان احنا نخرج المتطرف والمتعصب والذي يتميز من الجمود بالجمود الفكري من حالة الإقصاء للآخر إلى حالة حوار مع الآخر. النقطة الأخرى، في أشكال من التعصب نشاهدها في الحياة اليومية زي التعصب الكروي والتعصب يعني أشكال مختلفة من التعصب أشد يعني أخف وطأ، لكنها موجودة في الحياة اليومية، وقد تنشأ عنها أيضا بعض حوادث العنف التي تضر بالسلم والأمن الاجتماعي بشكل عام. وبالتالي في الحقيقة كان ابن خلدون كان من الناس اللي قدر يدرس ظاهرة التعصب والعصبية بشكل كبير وبشكل رائع، لدرجة أنه بين الجوانب الاجتماعية والنفسية والفكرية اللي هي مرتبطة بالتعصب وبالانتماء القبلي، وخصوصا الانتماء الأبوي اللي بيخلق شكل ما من أشكال التعصب والصراع ما بين القبائل وما بين الطوائف المختلفة. ولذلك يعني معناه ان احنا بندرس التعصب والتطرف والجمود الفكري من اجل ليس الدراسة لذاته، لكن من لان نتائجه هو العنف. ولذلك حنا أرنت لما عمل كتابها في العنف قالت هو كتاب في التعصب والتطرف، لانه بيدرس اسبابه والوسائل التي ادت اليه، لانه في الانظمة الشمولية لما بيغيب الحوار بين الفرد وبين النظام الشمولي الذي لا يتيح له القدرة عن التعبير عن ذاته بينشأ العنف كتعبير عن الذات في مواجهة كثير من القضايا اللي موجودة بهذا الشكل. في الحقيقة فيلسوف زي هابرماس يعني اكتشف ان من الممكن نخلق حاجة ما يسميه العقل التواصلي، يعني بيقول ان المجتمعات الانسانيه زي مجتمع مصر لو تخيلناه على ان في مركز وفي مجموعه من الاطراف، المركز بيقدم ثقافه والاطراف بيتقدم ثقافه، لابد ان يوجد نوع من التواصل بين الثقافات الطرفيه او الثقافات الفرعيه للمجتمع وبين الثقافه المركزيه. ايضا وجود علاقه بين ثقافه المركز اللي بيمثلها الغرب وثقافة الأطراف اللي بتمثلها العالم الثالث حتى لا نشعر بالإقصاء، لأن ده نوع أيضا من الإقصاء، لأنه دايما بنتكلم على أن الغرب بيكيل بمعيارين، بأن الغرب له مصالح مختلفة عن الحياة اللي موجودة، البنية الذهنية بنقعد نتكلم على نقول دون أن ندري أن البنية الذهنية الغربية في تعصبها لمصالحها بتنتج صورة من صور إقصاء الآخر اللي هو نحن بننتمي إليه، سواء كان في العالم الثالث أو سواء في صراعاتنا المختلفة اللي موجودة بهذا الشكل. يعني أنا لا أريد أن أطيل، لكن أريد أن أركز على الاتجاهات، يعني اتجاهات الوجودية مثلا بشكل عام بتقصي الآخر وبتعتبر الذات هي معيار كل شيء، وبالتالي بيتقلل من فاعلية الآخر في تشكيل الذات وتشكيل وعيه. يمكن في مرحلة متقدمة من سارتر حاول أن يتجاوز هذه الإشكالية،
وحاول أن يبين دور الواقع الاجتماعي في تشكيل الوعي وفي تشكيل التجربة الإنسانية بشكل عام. لكن البحث عن التعصب هو البحث عن حضور الآخر في الأنا وكيف يمكن أن يشكل الوعي، وأن الآخر يبقى مصدر للمعرفة ومصدر للتجربة ومصدر للتفاعل بين الأنا والآخر. لأنه الإنسان إذا كان يتفاعل مع ذاته وحدها هيصبح منغلق على نفسه، وتصبح ذاته زي ما قال جورجياس قبل كده هي معيار كل شيء، وبالتالي بيقيس بها كل شيء. النقطة الأخرى في التعصب والجمود الفكري والتاع هي حالة كان أشار لها أفلاطون، اللي هي الجهل المرتبط باللا مبالاة. ودي في الحقيقة حالة بتخلق نوع من الانغلاق الذهني أو التعصب. حينما تحدث الفرد المتعصب أو المتطرف أو الذي يتميز بالجمود الفكري وتجد أن لديه لا مبالاة ومرتبطة بجهل، فمعناه أنه هو بيتعصب بقدر كبير لقضايا وموضوعات ورؤى من الصعب أن تقيم معاه حوار حوالين هذه القضايا. يعني أنا في الحقيقة بحاول أن أنا عفواً أن أنا أبين أن التعصب والجمود الفكر والتطرف هو واقع يعني لا ينشأ بين لحظة، ولكن هو بتقوم به الأسرة والمدرسة والمجتمع والميديا اللي هي المالتي ميديا، الإعلام ودورها وأدوات التواصل الاجتماعي، إزاي أنها بتعيد تشكيل الوعي على نحو معين بحيث أنها تجعل الفرد يفكر على هذا النحو أو نحو آخر. فكرة قبول الاختلاف وقبول التعدد، وده في الحقيقة التعدد هي صيغة بتتيح للإنسان أن يشعر بجهله، وبالتالي بيسعى. أحييكم وأعلم منذ البداية أننا صعدنا إلى الصح تقديراً لحضور هؤلاء الذين تجشموا عناء الوصول إلى هذا المكان في هذا اليوم الشديد الحرارة، فلم نشأ أن نجعلهم يعودوا إلى بيوتهم من غير أن يستمعوا ولو إلى كلمة تضيء فكرة أو تعرف برأي أو تحلل ظاهرة على هذا النحو الذي استمعنا إليه. فلم أكن يعني مهيئاً لهذه الجلسة، ولكني أتفاعل مع الكلام القيم الذي تقدم به أخي الدكتور رمضان البسطويس. فإن بدا في كلامي خلل أو نقص فهذا أمر وارد، وإن شاء الله يكون موضع تسامح وموضع يعني تفهم لمثل هذا الأمر، حتى يعني لا نعود بخفي حنين في يوم قائض شديد الحرارة يستحق الذين خرجوا فيه من بيوتهم إلى هذا المكان وراء إفادة أو استفادة أن يستمعوا ولو إلى كلمة في هذا الموضوع المهم. وطبعا نحن نعلم جميعا، نسمع ونعاني ويعني نتصور هذه الظاهرة العنكبوتية التي لا يكاد الناس يعرفون لها رأسا من قدم ولا يعرفون جوانبها وتفصيلاتها، والناس لديهم شوق إلى أن يعرفوا وأن يعلموا عن هذا الموضوع ما يكشف أسراره وما يظهر أغواره وما يجعلهم قادرين على التفاعل والتعامل مع هذه الظاهرة التي لم تكن بهذه الحدة فيما مضى من الزمان، ولكنها اكتسبت أبعاداً كثيرة جداً في العصور الأخيرة، وهي جديرة من الناحية الاجتماعية والسياسية والدينية أن تكون موضع عناية المفكرين وموضع اهتمام الباحثين وموضع اهتمام المخططين والسياسيين ورجال الدين والمفكرين بصفة عامة، فهي جديرة بأن تنال هذا الحظ من العناية وهذا الحظ من الاهتمام. وطبعاً أي ظاهرة اجتماعية مركبة
تحتاج منا إلى التعرف على الأسباب، لأننا لا نستطيع أن نفسر ظاهرة اجتماعية معقدة بسبب واحد. والمعالجة السريعة تؤدي بنا إلى ربط ظاهرة اجتماعية ما بسبب واحد، ويكون هذا قصورا في التحليل وقصورا في التشخيص. ولو لم نتعقب كل أسباب الظاهرة بتؤدة وأنات واجتماع لفكر المفكرين ونظر المنظرين لهذه المسألة، فإننا لن نستطيع أن نعرف حقيقة هذه الظاهرة حتى ننتقل من التشخيص إلى العلاج. ولو أن إنسانا ذهب إلى طبيب بمرض مزمن وعالجه على أساس إن عنده صداع، ما قد يكون الصداع ده له 50 سبب، وعليه أن يتأمل وأن يفحص حتى يستطيع أن يحدد الأسباب التي تؤدي إلى هذا الذي يعاني منه مريض، وإلا فإنه لن يصل إلى شيء. ونستطيع أن نتصور عقلية هذا الذي نصفه بأنه متطرف أو بأنه متعصب من زوايا متعددة. السبب الأول اعتقاد شخص ما أو فريق ما أو جماعة ما بأنها تملك الحقيقة المطلقة، وأنها وحدها القادرة على تشخيص هذه الحقيقة ورسم المنهج الذي يؤدي إلى الخروج منها، وأنها وحدها يجب أن يكون لها أمر القيادة في التفاعل معها أو التعامل معها أو المعالجة لها. هذه بعض العقليات موجودة، يعني أن يرى أنه وحده الذي يملك الحقيقة وأن الآخرين ليسوا قادرين على أن يتعاملوا معها، أو أنهم ليسوا قادرين على التعامل معها بالمنهج الصحيح الذي يتبعه هو. فهذه مسألة يعني شديدة الأهمية جدا، وإذا بحثنا عنها في القديم أو في الحديث فسنجد أن هذا الأمر من بين الأسباب المهمة التي تؤدي إلى التعصب أو تؤدي إلى التطرف أو هذا الجمود الفكري الذي حدثنا عنه الدكتور رمضان منذ قليل. هذه مسألة مهمة. ثم أضيف إلى هذا سببا آخر، أن التطرف أو التعصب قد يكون رد فعل عكسيا لموقف من هذا الذي نصفه بأنه متعصب أو متطرف، بمعنى أن نحرمه حرمانا تاما من أن يكون له أي رأي، وخصوصا في المسائل التي تتعلق به هو شخصيا. وهذا يحدث في التربية على سبيل المثال، يعني لو أن عندنا أسرة عندها ابن الآن في الثانوي وهو يريد أن يدرس دراسة نظرية، وهم يريدون له أن يكون طبيبا أو مهندسا أو صيدليا حتى يستطيع أن يصل إلى مستوى اجتماعي هم يتوقعونه له، وأنه لو سلك الطريق النظري وحده فلن يكون إلا رجلا بسيطا لا يستطيع أن يرتقي إلى أي مستوى اجتماعي في داخل هذا المجتمع. حرمان هذا الشخص من أن يكون له رأي فيما يتعلق به هو شخصيا وبمستقبله وبحياته وبتصوراته، يمكن أن يحوله إلى برد فعل عكسي إلى أن يسير في عكس الاتجاه، وأن يحرم هؤلاء الذين أرادوا أن يكرهوه على قوض حياة معينة من هذا الهدف الذي أرادوا أن يوصلوه إليه، وربما يفشل فشلا ذريعا لأنه لم يتح له أن يصل إلى هذا الذي رسمه هو لنفسه وتصوره لنفسه. قد يكون يعني رجل يحب أن يكون له إسهام أدبي، يكتب رواية، يكتب قصيدة شعرية، يتأمل تأملا عاديا، يذهب إلى نطاق يتعامل مع مواهبه الشخصية ومع تصوراته لحياته التي يريدها. فهذا الأمر الذي يعني يؤدي إلى يعني حرمانه التام والمطلق من هذا الذي يريده لنفسه قد يؤدي به إلى أن يكون متطرفا أو معاكسة تجعله يتعصب لرأيه على حد مطلق من غير أن
يستمع إلى أي نصيحة للآخرين، لأن الآخرين لم يعطوه الفرصة حتى يرسم مستقبله بنفسه. نمرة ثلاثة من الأسباب أن يكون هناك استقطاب عام على المستوى العام، في تقسيمات تقسم المجتمع إلى شرائح وإلى طوائف وإلى مجموعات، كل منها يتسم بالتعصب الشديد لرأيه ولا يسمح للآخرين بأن يناقشوه. وإذا وصل هذا إلى مستوى من الإدارة لأي نقطة من نقاط القرار في داخل هذا المجتمع، فإنه يفرض رأيه على الآخرين بكل قوة وبكل صرامة دون أن يتفاعل حتى مع هؤلاء الذين يعني يقودهم أو يسوسهم أو يتفاعل معهم اجتماعيا. فهذا أمر يؤدي إلى رد الفعل، تعصب مقابل تعصب، وتمسك برأي مقابل تمسك برأي آخر. فهذه إضافة إلى ما سمعناه الآن من الأخ الكريم الأستاذ الدكتور رمضان عن هذا الجمود الفكري الذي يحول أناسا إلى هذا التوقف عن التفاعل مع الأحداث المتطورة في داخل هذا المجتمع، لا على المستوى الفكر ولا على مستوى النشاط ولا على مستوى العمل. ومن هنا فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون المجتمع كله واقعا تحت أسر هذه الظاهرة المرضية التي يقع فيها هؤلاء الناس. وعندئذ نسأل متى يتحول التعصب إلى خطر؟ يعني في بعض أنواع التعصب موجودة في داخل المجتمع، وفي بعض أنواع التعصب يمكن التسامح معها، وبعض أنواع التعصب يمكن التغاضي عنها، ولكن متى يتحول التعصب إلى خطر؟ يعني نحن كما نعلم جميعا عندنا ناس بتتحول يعني إلى ناس متعصبة لفريق معين، فريق كروي معين، أو لممثل معين، أو لمدرسة معينة في الفن. هذه مسائل موجودة. لو أن كل إنسان تعصب دون أن يكره الآخرين على رأيه، عندما يتحول الفكر إلى إكراه ويتحول النظر العقلي إلى فرض بالقوة، عندئذ نكون قد وصلنا إلى مرحلة الخطر. لو أن الزملكاوي أصبح زملكاوي ولم يرد أن يقهر الناس جميعا على أن يكونوا مثله، والأهلاوي أهلاوي، والمصراوي مصراوي، والإسماعيلاوي إسماعيلاوي، واللي بيمسك اللي بيتعصب للفريق الفلاني أو للمفكر الفلاني أو للممثل الفلاني، كل واحد احتفظ برأيه لنفسه، ليس عندنا أي مشكلة. لكن المشكلة تأتي عندما يتحول الفكر إلى عصا في يد صاحبها يكره الناس على أن يلتزموا بها وأن يتابعوه فيها وألا يقولوا إلا مثل ما يقول، وعندئذ سندور في الدائرة المغلقة التي تؤدي فعلا إلى ذلك الاضطراب الاجتماعي والاضطراب السياسي الموجود في داخل المجتمعات التي تعاني من هذه الظاهرة لأسباب عديدة. أنتقل إلى نقطة أخرى، موقع التراث من هذا التعصب، إلى أي مدى يؤدي التراث إلى الدخول في تعصب؟ وأقول إن التراث في نصوصه الأصلية لا يمكن أن يؤدي إلى تعصب، وأستشهد على هذا بأدلة. عندما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم عن الكافرين لكم دينكم ولي دين، فهذا معناه الاعتراف بحقهم حتى في أن يكفروا وأن يتحملوا مسؤولية كفرهم، وألا يكرههم الدين على أن يدخلوا فيه، خصوصا أن من القواعد الأساسية التي نص عليها صراحة في القرآن الكريم لا إكراه في الدين. فهذا مظهر من مظاهر عدم الإكراه في النصوص الدينية التي قد يلقي عليها كثير من الناس أحمالا وأن يجعلوها هي السبب في الوقوع في التعصب. عندما نجد أن النص القرآني وهو نص واحد تحول إلى مدارس للتفسير متنوعة
عندي تفسيرات نحوية وتفسيرات فقهية وتفسيرات أصولية وتفسيرات تتعلق بعقائد، والعقائد متنوعة، عندي ما يجري في الاتجاه السلفي، وعندي ما يجري في الأشعري، وعندي ما يجري في الاتجاه المعتزلي، وعندي ما يجري في اتجاه الماتريدي، وهذه كلها مدارس فكرية، وعندي ما يتعلق بالتفسيرات الشيعية، هذا كله موجود، والتفسيرات الإباضية، وهؤلاء قسم من الخوارج، أو يعني أناس يعني يقال عنهم إنهم من الخوارج وإن كانوا ينكرون هذه النسبة إلى آخره. فعندئذ النص نفسه محتمل لوجوه متعددة، وكانت كلها متعايشة في وقت واحد وفي مجتمع واحد دون أن تؤدي إلى إخراج أناس متعصبين. هذا مظهر آخر يتعلق بهذا الموضوع. ثم نجد أن الذين تربوا على هذا التراث ليس عندهم هذا التعصب. يعني مثلا، وهذا كلام موجود في عهد الصحابة الأولين وعهد التابعين لهم في الأجيال الأولى التي اتصلت بالنص القرآني وبالنص الحديث، مثلا عمر بن الخطاب كان أميرا للمؤمنين، ويأتي إليه رجل من الناس يسأله عن مسألة، فيقول له اذهب إلى زيد بن ثابت، فيذهب إلى زيد بن ثابت ثم يعود، فيقول له اذهب إلى علي بن أبي طالب، فيذهب إلى علي بن أبي طالب ويعود، ثم قال له الرجل خشية أن يرسله إلى واحد ثالث، لماذا لا تقول أنت وأنت أمير المؤمنين؟ فقال لو كنت أردك إلى نص لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك. الرأي مشترك، ليس واحد بحسب موقعه الاجتماعي أو السياسي ليس من حقه أن يفرض رأيه على الناس. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي يتلقى الوحي يستشير وأمر بالشورى، ووصف المؤمنون في القرآن بأنهم وأمرهم شورى بينهم، وقيل له وشاورهم في الأمر بعد معركة هزم فيها المسلمون. يعني معركة كان الرسول لا يريد أن يخرج فيها إلى حرب، لكن الشباب الذين لم يحضروا المعارك أرادوا أن يكرهوا المجموعة دي كلها على أن تخرج للقتال، يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، فالرسول نزل على أمرهم وخرج إلى المعركة وانهزم المسلمون. في أعقاب المعركة ينزل القرآن ويقول وشاورهم في الأمر، بمعنى أن الهزيمة لا يمكن أن تؤثر في منع الناس من إبداء رأيها أو أن تقول فكرها. فالنص هكذا كما نرى، ثم ننزل درجة، أنا أتيت الأول بالنص القرآني ثم بالحديث ثم أتيت بفعل الصحابة، ثم أنزل إلى الأئمة، أئمة من الكبار مثلا أصحاب المذاهب الفقهية الكبيرة، كان واحد منهم كالإمام الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. فإذا لا يقول أنا صاحب الكلمة الوحيدة أو الرأي المطلق أو الحقيقة المطلقة، ولكن هذا اجتهد وهذا اجتهد وهذا اجتهد، وكل هؤلاء يتسامح بعضهم مع بعض ولا يلزم بعضهم بعضا برأيه. وكان الشافعي وهو له مذهب له أصوله وله فروعه، عندما يذهب إلى بغداد، وبغداد كان فيها الإمام أبو حنيفة الأعظم، الإمام الأعظم اسمه كذا، لقبه كذا في التراث الإسلامي، يعني كان يتنازل عن آرائه الفقهية احتراما لمذهب أبي حنيفة، مع أن أبا حنيفة كان قد مات، لأن أبو حنيفة توفي سنة 150 والشافعي ولد سنة 150، فإذا ذهب سنة 190 إلى بغداد وصلى في بغداد التي إمامها أبو حنيفة، كان يراعي مذهب أبي حنيفة ولا يتعصب لرأيه. فعندئذ إذا كان الناس على هذا النحو من الكمال والانفتاح العقلي وإتاحة الفرصة للآخرين أن يفكروا مثل ما يفكر، فإن هذا لا يؤدي بهم إلى التعصب. لكن هل استمر الأمر على هذا النحو؟ لا، لم يستمر الأمر على هذا النحو، لأن هذا العقل المتفتح سواء في عهد الجيل الأول أو الأجيال التي تلته جاء بعده عقل متعصب لرأي بعينه، وأصبحت الأمة منقسمة إلى مذاهب، وكل إنسان
كأنما هي قطعة أرض حدود يدافع عنها بكل قوة، حتى ولو أدى به الأمر إلى الصراع مع الآخرين. أصبح عندنا مذاهب، أبو الحنفي الذي ينتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لهذا المذهب وحده، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن المسجد الحرام مكة كان يصلى فيه أربع صلوات، الصلاة الواحدة تصلى أربع صلوات، ويؤذن فيه أربع صيغ للأذان، لأن كل واحد يرى أن الأذان بتاعه صحيح. هذا في المراحل التي يخفت فيها نور العقل ويخفت فيها نور الفكر ويتخندق الناس وراء أفكارهم ومذاهبهم، سواء كان هذا على مستوى المذاهب الفقهية أو على مستوى المذاهب الاعتقادية. وقد رأينا واحد كالإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري يشتكي من هذه الظاهرة، ويقول إن العصبية تبلغت بالناس أننا إذا وصلنا إلى إنسان معين وقلنا له رأيا وبينا له أن هذا الرأي أقنعناه به، اقتنع به تماما 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 وليس لديه أي رفض له أو أي تعليق عليه، ثم قلنا له إن هذا الرأي هو رأي المعتزلة على سبيل المثال، يقول لا أنا راجع عن هذا الكلام، أنا لن أخذ بهذا الرأي، مع أنه سلم به عقليا في أول الأمر، لكن لما علم أنه رأي يعني خصم له في الاعتقاد أو مخالف، لا أقول خصم، مخالف له في الاعتقاد، فإن ذلك يجعله يتراجع. والعكس صحيح أيضا، لو أتينا بواحد معتزل وأقنعناه برأي في مسألة ثم بينا له في نهاية المطاف أن هذا الرأي ورأي الأشاعرة يتراجع عنه، فأصبحت المسائل فيها هذا التعصب الشديد الذي يعني وقع فيه. فعندئذ يكون أمامنا وسائل العلاج، إذا شخصنا المسألة تشخيصا دقيقا فإننا نستطيع أن يعني نصل إلى العلاج الصحيح، أن نرجع إلى هذه الحرية الفكرية التي تعطينا إياها النصوص الأصلية والاجتهادات الأولى، وألا يظن الإنسان من أنه يعني صاحب الرأي الأوحد أو صاحب الرأي الأصح، أن علينا أن نخرج من هذه المسألة، خصوصا وأننا نجد أنه حتى في علاقة الإسلام بغير المسلمين يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فلم يقل قاتلوهم أو أكرهوهم أو اغتصبوا دينهم منهم أبدا، ولكن يقول فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان القرآن يقول للرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطعهم ودع أذاهم وتوكل على الله، دع أذاهم ما لكش دعوة بيهم دعهم. ويقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، مالكش دعوة، كل واحد مسؤول عن نفسه، هو اختار ما يشاء وسيحاسب على اختياره، وهذا منطق العدل. ومن هنا علينا أن ننظر إذن المسألة من الناحية الفكرية، أن نعود الناس على أن يكون لهم الحرية في أن يختار، وألا نفرض اختيارنا عليهم وألا نفرض آراءنا عليهم، ثم بعد ذلك أن نلجأ إلى تلك الحلول التي تحدث عنها أخي الدكتور رمضان، الإنصاف والعدل وإقامة جسور التواصل. لكن من الناحية الفكرية لابد أن نعلم الناس هذا. ولكنني أعود فأتساءل، هل نحن حقيقة نعطي أنفسنا الحرية أن نختار؟ هل تقوم الحياة في داخل الأسر المصرية على سبيل المثال على مبدأ الاختيار؟ هذا سؤال. هل تقوم الدراسة في المدارس على مبدأ الاختيار؟ هل تقوم الدراسة في الجامعات على مبدأ الاختيار؟
هذا نادر جدا، ولكن الأستاذ يدخل سواء في الجامعة أو في المدرسة والزوج في البيت أو الأخ الأكبر في البيت فرض الرأي، لا يعرف أحد الحق إلا هو ولا يعرف أحد الصواب إلا هو، وعلى الجميع أن ينصاعوا وأن يضربوا تعظيم سلام وأن يسلموا أن يرفعوا الراية البيضاء وأن يسلموا لهذا الذي يقول. وكم من بنت أكرهت على الزواج لا تريد الزواج، وكم من طالب دخل إلى جامعة لا يريد أن يذهب إليها أو إلى كلية لا يريد أن يذهب إليها، وكم من عمل يعني أكره الأبناء على أن يسلكوا أنفسهم في داخل هذا العمل مع أنهم لا يرتضونه. فإذا المسألة ينبغي أن تعالج فكريا وأن تعالج أخلاقيا وأن تعالج تربويا واجتماعيا، يبقى العلاج شامل. مثلما أن الأسباب من الناحية النفسية والناحية الاجتماعية متداخلة ومركبة ومعقدة، فإننا ينبغي أن يكون علاجنا علاجا على هذا النحو، وينبغي في مقام الأديان وفي مقام السياسة كذلك أن يكون الأمر على هذا النحو، يعني لا إكراه في الدين ولا إكراه في السياسة ولا إكراه في الحياة الاجتماعية ولا إكراه في التعليم ولا إكراه في كذا، كل هذا ينبغي أن يكون حاضرا حتى نستطيع أن نواجه تلك الظاهرة الخطيرة التي يؤدي تفاعلها في داخل الحياة الاجتماعية إلى يعني إيجاد عقبات شديدة جدا في مواجهة يعني تطور المجتمع والإحساس بالأمن داخل المجتمع. ولكن إذا أتحنا الحرية بدرجاتها المختلفة فإن ذلك يؤدي إلى أن نتخلص من كثير من الأمراض التي تترتب على هذا المرض الخطير الأكبر الذي تندرج تحته يعني أخطار كثيرة، وهو مرض التعصب والتطرف الذي يعني نسأل الله عز وجل أن يقي بلدنا منه وأن يقي العالم العربي كله منه وأن يقي العالم كله منه على سبيل العموم والشمول، حتى يعيش الناس في تفاعل فكري وفي تناغم يعني إنساني وفي يعني تواصل بشري كريم وكامل تعيش فيها المجتمعات في أمن وحرية وفي سلام. واعذروني إذا قصرت في يعني الحديث أو يعني لم أصب ما أردت أن أتحدث به بسبب تلك المفاجأة التي وضعنا فيها عندما أمرنا بالصعود إلى هذه المنصة، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.